قال النائب اللبناني عبد الرحمن البزري في تصريح خاص للمشهد إن آلاف النازحين وصلوا صيدا بعد القصف الإسرائيلي على مدن وبلدات في الجنوب. حتى الآن لدينا أكثر من 14 مركز استضافة، هم عبارة عن المدارس الرسمية، والآن الجامعة اللبنانية مشكورة والمهنيات تم فتحها، إضافة إلى أن صيدا استقبلت عددا كبيرا من الجرحى والشهداء. وغدا سوف يكون لدينا نوع من أن نقوم مراسم دفن كما تسمى بالوديعة مؤقتة جماعية لهؤلاء الشهداء في جبانة صيدا، وذلك خوفا من تحلل الجسامين وعدم القدرة إلى إبقائهم في البرادات وحتى وصول أهلهم، وكما حدث معنا بال2006 نحن نكرر هذه التجربة. والنقطة الثانية هي الغياب الواضح كما شاهدت للدولة في مدينة صيدا، فلا أحد ينظم السير، ونحن نعلم أن هناك إصابات عديدة تأخرت وتراجعت وولادات حدثت خلال احتقان السير، ولا يوجد أي شرطي أو دركي لكي ينظم السير، وكان هنالك بعض الأخطاء الأمنية التي ارتكبت مما أدى إلى تأخير انتقال السير من منطقة إلى أخرى. فإذا نحن نعاني من بعض الفوضى المسؤولة عنها غياب الدولة. هذا وأدى نزوح اللبنانيين من المناطق التي تعرضت إلى القصف لأزمة مرورية خانقة أدت لتعطل عشرات السيارات وسط حضور للجمعيات الخيرية والأهلية لدعم النازحين وتأمين مراكز لاستضافتهم. ظلينا شي 12 ساعة بالطريق لحتى وصلنا على حارة سادة. هلا مقطوعة السيارة؟ ايه هلا البطارية فاتت ونذكرها إن شاء الله ونتيسر. احنا على تواصل مع كل مؤسسات الإغاثة، حاولنا نفتح كل المدارس تقريبا 100% من المدارس والجامعات والمهنيات فتحت لاستقبال النازحين، ونحن على الأرض عم نساند أي حدا بحب يقدم أي مبادرة لكل أحد إخواتنا اللي جايين من الجنوب. إن شاء الله يا رب تقطع الأزمة على خير ونحن على الأرض من هون لتخلص.